تسل بوم بقى طمنها. اه تسل دي ست الحبايب. يوه يا أمه يا أمه، تليفون مين؟ لا ده تليفون واحد صاحبي معايا في الشغل، بس خدت منه اعمل مكالمة طمنك بس يا أمه. لا أنا كويس يا أمه، أنت عاملة إيه؟ كويسة؟ وأبويا عامل إيه؟ لسه برضه قاعد على النت يا أمه. يا أمه قولوا له يا أمه يبطل يا أمه، سمعتها في الحتة بقت وحشة يا أمه. البت حلويات كل ما أقابلها في الخرابة تقول لي أبوك بيعاكسني يا أمه. يا أمه عيب يا أمه. لا ده انا كنت باخد درس ياما هناك ومعدي من الخرابه، شفتها انا لسه قابلها ازاي. خلصت دبلوم من 3 سنين. اه ياما خلصت، بس كان في مواد بحسن فيها ياما. العلم بحر كبير ياما، انت ما مش هتفهمي الحاجات دي ياما. اه ايه، امين شرطه جه بيسال عليا ياما. سال عليا انا ياما، انا عملت ايه ياما؟ يوم 7 ياما، انا بقالي 3 ايام سايب البيت ياما. ازاي يوم 7 يعني؟ ايه اليوم السابع؟ مش فاهم ماله. ماله ايه؟ ويا عارف ان انا بشرب سجاير؟ قلت له ياما برضه ياما، قلت له ياما ياما، يعني انا ما بقولوش على الفلوس اللي انت بتخنصريها من ورايا ياما، تروحي تقولي له انا بشرب سجاير ياما. انا ياما برضو بتفتني عليا ياما، مش عارف ياما والله. انت ده يعني، وتقعدوا تقولوا لنا الجنه تحت اقدام الامهات، تحت اقدام الامهات، ترى الامهات دي فتانين ويروحوا يقولوا للابهات. طب ياما انا هعمل ايه ياما؟ طيب لقيت واحد واقف بيصور في خلق الله ياما، وانت ما ترضيش نقعد نصور في اللي رايح واللي جاي ونقول الناس. يا خدت منه التليفون عشان امنع شره عن نفسه ياما والله. طب هنعمل ايه دلوقتي في موضوع السجاير وابويا ده ياما؟ ياما انا ما انا جبتتي وجعتني ياما من الضرب بالحزام يعني ياما. طب بص ياما، انا اقول لك على حاجه، انا دلوقتي في الطلبيه ماشي، هركب واروح عند خالتي في اسكندريه في المعموره، فانت ما تقوليش لحد. اه ماشي ياما ماشي. لا اله الا الله يابا. طب يابا خلي بالك من ابويا. ماشي يابا ماشي ماشي، بس يعني بلاش نت يابا والنبي. خلاص سليم ثروا من عند الجيران. انا قلت انا وارث برضه. خلاص يا خلاص يابا، هروح عند خالتي بقى واتصرف. ماشي سلام يابا. قاعده بتقفل منين ولا بتعمل فتحتنا الله يفتحك. مال انا واليوم الخامس ولا اليوم التاسع ولا.